السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عن آخر أخبار وزارة التربية لطلاب المدارس والجامعات. الخبر الأول: وزارة التربية تنفي تأجيل امتحانات الصف الثالث متوسط والسادس الإعدادي. يعني وزارة التربية تقول ماكو تأجيل للامتحانات نهائيا، الامتحانات باقية على موعدها، الثالث متوسط 4/7 والسادس الإعدادي 27/7، يعني ماكو تأجيل أي امتحان. وزارة الاتصالات الانترنت لن يقطع خلال امتحانات الوزارية للصفوف المنتهية وطلبة الجامعات. وجهنا بزيادة ساعات خدمة الانترنت المجهزة إلى الشركات المتعاقدة. سيستمر رفع ساعات الانترنت أثناء الامتحانات وبعدها. دعم الانترنت سيكون أكبر كون امتحانات بعض الطلبة ستجري عبر المنصات الإلكترونية. توضيح لهذا الخبر: وزارة الاتصالات تقول الانترنت ما ينقطع نهائيا خلال الامتحانات الوزارية لطلبة الصفوف المنتهية وطلبة الجامعات، لأن طلبة الجامعات راح يصير امتحانهم إلكتروني فقط، طلبة الجامعات، لكن الصف الثالث متوسط والسادس الإعدادي لا، امتحانهم يكون بالمدارس أو حضوري. أما الخبر الثاني، هذا كتاب تقول وزارة التربية ترسل كتاب إلى المديريات العامة في المحافظات لمعرفة رأيهم في نظام الإحياء الأحيائي والتطبيقي، استمرار النظام أو إلغائه خلال الفترة القادمة على أن ترد الإجابة خلال الأسبوعين. يعني وزارة التربية ترسل كتاب إلى المديريات العامة خاطر تعرف شنو رأيهم بنظام الأحيائي والتطبيقي، هل يستمر أو يلغونه، يعني أو يعني يسوونه على نظام العلمي والأدبي، وهذه الإجابة راح تصير خلال الأسبوعين.